مرحبا أعزائي المشاهدين، اليوم في معنا بطارية يو بي اس ورح نشيل منها كمية رصاص لا بأس بها. رح تتفاجئوا بالوزن بآخر الفيديو. هلا عم بتشوفوا الكمية اللي طلعت. رصاص موجود بمحلات معينة بقلب هاي البطارية. أول شي بدنا نتصرف معها بحذر، يعني بنكون حاطين كفوف، حاطين نظارات واقية للأعين، كمان بنكون حاطين كمامة مشان ما نتنشق أي غبير سامي. طريقة فتحها بنبلش من فوق بالطبقة الفوقانية وبنجيب أي وعاء بلاستيك مشان نتأكد إنه ما فيها أسيد سائل. بنبلش بمنشار حديد، بنقص الأطراف داير من دار، بنقبع الغطاء الفوقاني تنوصل للبلاكات الموجودين بقلبها. في عنا بعض الرصاص موجود ببعض المحلات، اكيد ما بننسى نعمل لايك للفيديو، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ونحط الجرس على الال تمشين دغري بس انا نزل فيديو جديد تعرفوا فيه وتفوتوا تحضروه وتكونوا اول ناس عم تحضروا. اكيد النفايات اللي بتطلع اخر شيء البلاستيك وغير الرصاص من البلاستيك والنفايات الموجودة بقلب البطارية، هذه نفايات سامة وتنضب بكيس لحالها وتنحط بمستوعب مخصص لإعادة التدوير مشان ما تنكب بالطبيعة. برجع بقولكم بنعمل لايك للفيديو، هذا بشجع القناة وبيخلي الفيديو يتقدم وكمان بيقدم القناة. مثل ما شايفين بلشت انا اسحب البلاكات الموجودين بقلبها. في عنا طبقة من الكربون، طبقة من القطن اللي بتحوي على الاسيد، وطبقة من الرصاص المغطى بمادة كربون، وهذا الشبك اللي عم يطلع هو رصاص، هي مادة الرصاص. مثل ما سبق وقلت لكم انه ضروري هيدي النفايات تنضب بكيس بلاستيك وننظف مكان العمل اللي عم نشتغل فيه. هيدا الشبك هو الرصاص اللي نحن بدنا نعوزه. هلا شايفين الكمية جيدة جدا. هلا بنروح على النار، عنا ركوة، وبنبلش نحط الرصاص بقلبها. خليها تحمى شوي اول شي، ومنبلش نحط رصاص ونتركه تيدوب. وبس يدوب الرصاص ببلش يعطي مثل مواد غير منصهرة. هذه المواد غير منصهرة هي النفايات اللي بتكون بقلب الرصاص او المواد يعني المعادن الاتقل شوي. هيدي بنشيلها، هي بتطوف على الوجه، هي اخف من الرصاص لانها نوع من التراب او نوع من الكربون او شيء. هيدي ما بتلزم لي، انا بشيلها عن الوجه بحذر اكيد لانه هي بتكون سخنه بس مانا قابله للذوبان. ما بننسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس تيوصلنا كل جديد كمان مره. عندي انا هون قوالب انا محضرهم، رح اترك لكم رابط الفيديو باخر هذا الفيديو كيف انا بصب الرصاص بهالطريقة. طريقة بسيطة حلوة كتير سهلة. أكيد بنبرد الرصاص آخر شي بالماي. عندي أنا نوعين من القوالب، وهلا رح نشوف الوزن. هذا ميزان قديم شوي
بياخد بيقدر يزين بس لحديت ال 200 جرام. انا لاحظت انه وزنهم اكثر من 200 جرام، فاول اربع حبات طلعوا 187 مع 28 ونص بيعملوا 215 جرام ونص، كمية جيدة جدا. وإلى اللقاء بفيديو قادم.